يا صباح الفل، ربنا يمتعكم بالصحة واستكمالا لحلقات الريكفري كوتشنج وحلقات العيلة أو الأصحاب أو الأصدقاء المحيطين بالمريضة. هنروح للدكتور مع المريضة، ممكن نروح لوحدنا الأول. لو أنا المريض اللي عندي حساس أوي مش هيستحمل أي حاجة، يبقى الأفضل أنا لو عايزة أعرف تفاصيل أروح لوحدي أقابل الدكتور أو الدكتورة وأفهم منه كل حاجة. بلاش التفاصيل الكتيرة ممكن تتقال للمريض، مهمة مهمة جدا. لا، ممكن المريض ممكن يتقبل، هو حابب يعرف الحاجات دي، خلينا شوية حساسين فيها عشان نفهم الدنيا بتاعتنا عاملة ازاي، فده مهم جدا. الحاجة التانية، الدكتور خد قرار انه يعالج كيمو الأول، كيماوي الأول، أو يعالج إشعاع الأول. على فكرة دي كلها بروتوكولات، وبيبقى في حالات كده فعلا الدكتور مش عايز يتدخل انه يشيل الجزء او العضو اللي هو فيه الكانسر، عايز يتعامل بالكيماوي الاول. برضه ده كله ما فيهوش مشكله على فكره يا جماعه. انت مش مطمئن او قلقان، ممكن تاخد راي الدكتور كمان، مفيش مشكله خالص. وانا بحب دايما حاجات تقيله زي الكانسر، اعطاكم الله يا رب، مهم جدا ناخد راي الدكتور واثنين. ولو مستقر نفسيا، او اهم حاجه المريضه هي اللي تستقر نفسيا مع دكتور معين، استمر معاه. لما تاخد الكيماوي أول حاجة بتحصل في معظم أنواع الكيماوي، وخاصة الكيماوي كان كانسر الساتيا، بيقع الشعر يمكن تاني مرة. أنا فيها وجع ما فيش، من أول مرة كنت بشيل قطع كده من الشعر. فخلوا بالكم إن إحنا نبقى دايما عندنا احتياطي، إن إحنا عارفين مكان البواريك. يعني أكيد المريضة هتحتاج، لو في البيت مع أصحابها وهي قاعدة، لو مش حاجة هتحتاجها وهي خارجة، ده برضه مهم جدا. لو هتحصل بعد الشر برضه عملية، هتبقى مهم عارف الحاجات التعويضية اللي ممكن تتلبس في حين انه يعمل مثلا ثدي بديل او حاجة زي كده. فمهم ابقى عارف الحاجات دي. الحاجة الأهم ان انا ابقى عارف التفاصيل بتاعت المريضة بتاعتي، عشان اتحوط واحضر ناس من العيلة عندهم نفس فصيلة الدم. وارد جدا لو المريضة داخلة القصة دي وهي عندها انيميا، فاحتمال وهي بتاخد الكيماوي توصل ل 8 او 8 ونص. لما بنوصل ل 8 8 ونص بنحتاج نقل دم. فبدل ما نبقى في بانيك ونقلق واو، نحضر نفسنا للحاجات دي كلها. عافاكم الله، المره الجايه نكمل. صوره نادية عبد العال، ريكفري كوتش.